للفريق الأول لكرة القدم استعدادا للمباراة الهامة جدا المقبلة أمام فريق المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز. ودي اللقطات اللي احنا شايفينها مع حضراتكم بتدل على مدى الترابط والتواصل والتفاهم الواضح جدا ما بين رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونائبه طبعا الأستاذ أو الوزير العمري فاروق. لقطات هامة جدا أعتقد بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، هم عارفين مدى أهمية تواجدهم في هذا التوقيت لمؤازرة الفريق الأول واللي عنده تحديات صعبة جدا خلال الفترة اللي جاية وبتحديد بطولة الدوري الممتاز واللي اقترب النادي الأهلي إن شاء الله من تحقيق هذه البطولة، خصوصا أن كل الآمال والطموحات في إيد لاعبيه ويقدروا بإذن الله أن هم يفوزوا في الثمان مباريات المقبلة اللي تخليهم يحرزوا لقب الدوري والحفاظ على هذا اللقب الغالي والهام جدا بالنسبة لكل جمهور القلعة الحمراء. هنا أهمية تواجد اثنين من أعضاء أو اثنين من مجلس إدارة النادي الأهلي بتتمثل في الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والاثنين رايحين مع بعض عشان يأزروا الفريق يتابعوا مران النادي الأهلي استعدادا للمباراة المقبلة. ودي لقطات بصراحة مهمة جدا جدا ان هم عارفين مدى أهمية تواجدهم في المران ومدى أهمية مؤازرتهم للاعبين والشد من أزرهم في مرحلة يمكن صعبة شوية بالنسبة للنادي الأهلي، وأهمية ان هم يكونوا واضحين من خلال تواجدهم ان هم في ظهر اللاعبين وفي ظهر الجهاز الفني وان هم واثقين فيهم تمام الثقة قبل المباراة المقبلة بالتحديد أمام المصري وقبل المرحلة بشكل كامل المرحلة المقبلة هامة جدا. فبالتالي دي لقطات مهمة جدا إن احنا نبتدي بيها حلقة النهاردة وأكيد ليها علاقة كبيرة كمان بالحلقة النهاردة، لأن الصورة دي أو اللقطات اللي احنا شايفينها دي خلفها 112 سنة من القيم والمبادئ والتاريخ للنادي الأهلي. دايما يا جماعة بنبقى عارفين من خلال النادي الأهلي واللي احنا شفناه وعشناه على مدار سنوات كتير إن في قيم معينة وفي أساليب معينة في النادي الأهلي وفي كل واحد كل عضو مجلس إدارة عارف دوره كويس جدا وعارف الأمور المسؤول عنها كويس جدا وعارف آراءه يقولها إزاي ويقولها إمتى وفي أسلوب للتواصل ما بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وفي قاعة خاصة بالاجتماعات ما بينهم اللي جواها ما بيخرجش بره وأي ممكن أي مداولات أي كلام بيبقى ما بينهم دايما.